نتابع معكم هذه المجريات ونتابع التحدي، نتابع الإثارة ونسير في المراكز الأولى خلال هذا التحدي وخلال الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصدارة هذا الشوط والمركز الأول والصدارة هنا والمقدمة في هذه اللحظات ياتي تأتي هنا هملولة في شوطنا الحادي عشر مع الإبكار المحليات، ولكن أرى التغييرات التي طرت ودرت على الصدارة في هذه اللحظات. هنا ايضا مع نواب نوح لبلوشي من غير على الصدارة مع وبرة على المقدمة وعلى المركز الاول. المركز الثاني تأتي الوثبة عبد الله بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي والوصول من حدث عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وهنا ارى التسلل في هذه اللحظات من حشيمة لسعيد بن نابت بن خيلة العامري من تنطلق رابعا. وفي المركز الخامس هملولة لحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من تأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس تأتينا هنا أيضا وتنطلق الشاهينية راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي على سادس المراكز. وفي المركز السابع تأتينا الجساسية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري من تنطلق في هذه اللحظات هنا على المركز السابع. وفي المركز الثامن الشاهنية حمد بن كلفوت بن جرش المزروعي من تأتينا على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع الشاهنية خليفة بن سلطان بن رشيد الاجتبي تاسعا. وفي المركز العاشر تأتينا فهدى لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي من تنطلق على عاشر المراكز. هذه هي نتائجنا للمراكز العشرة الأولى، وخلف العشرة المراكز هناك أيضا الأسماء المتواجدة في هذه المسيرة، مسيرة شوطنا الحادي عشر في مجموع أشواط هذا المساء. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التحدي، إلى الإثارة، وإلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك مع حشمة لسعيد بن نابت بن خيلة العامري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي من ينطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث تأتينا الجساسية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنسي يتواجد هنا أيضا في هذا المحفل الجميل مع الجساسية. هناك الوصول هنا من فهدى محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس خامس المراكز الهودة محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي وصل ايضا هنا الوصول من شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري القادمة في هذه اللحظات هنا او الوجود من هملولة عبد الله بن زيد بن مبارك الخيالي من ينطلق بهذا الاداء الجميل. بينما المركز السابع عندك بن كلفوت حمد بن كلفوت من جرش المزروعي من ينطلق هنا مع الشاهينية والوصول من هملولة سلطان بن علي بن خصم الاجتبي من تنطلق بهذا الأداء الجميل. تاسع المراكز والمركز التاسع عندك هنا يا أحمد يا بن سالم يا بن ظفيرة يا العامري مع ملاقط على المركز التاسع. عاشر المراكز والمنطلقة من الجانب الآخر أو هنا الدخول من أسياد مطر بن سالم بالمر العامري من انطلقت على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى خلال هذه المسيرة، خلال الانطلاق والتحدي والإثارة وبعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط هنا والمقدمة والمركز الأول. لا زالت حشمة في مركز الحشمة، في مركز الانطلاق، في مركز
التحدي لسعيد بن نابت بن خيلة العامري من ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني فهدى 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 محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي من ينطلق مع فهدى على المركز الثاني وثالث المراكز. الشاهينية قادمة هنا مع دكتور الأصايل هنا بقيادته الملكية الخليفة بن سلطان بن رشيد لقتبي والوصول أيضا من هملولة عبد الله بن سيف بن مبارك لخيالي وأي الجساسية الجساسية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يصل في هذه اللحظات هنا على المركز الخامس مع الكيلومتر الأخير. المركز السادس هناك والمنطلقة هنا أيضا الشاهنية سالم بن محمد بن سالمين المزروعي المزروعي قادم وأبو ظفيرة من الجانب الثاني هناك أيضا مع ملاقط عبد الله بن هنا والوصول يا سلام يا سلام سلهودة محمد بن جعفر بن مرخان لقتبي يا سلام الله 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 يا سلام التغيير من سلهودة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول للسيد محمد بن جعفر بن مرخان لقتبي من انطلق بسلهودة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ولكن عادت حشمة 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 لسعيد بن نابت بن خيلة العامري انطلقت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. ها هي مشاهدين الكرام حشمة على الصدارة وعلى المقدمة على المركز الأول انتاج سلالة حشيم وانتاج منطقة الروية. ها هي تشاهدونا مشاهدينا الكرام اذا حشمة على الصدارة لسعيد بن نابت بن خيلة العامري على الصدارة على المركز الاول ملاقط في المركز الثاني لاحمد بن سالم بو ظفيرة العامري. ولكن سلام 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 لاهالي مدينة العين على هذا الاداء الجميل تهانينا والناموس لسعيد بن نابت بن خيلة العامري على فوز حشمة بالمركز الاول. المركز الثاني ملاقط للسيد احمد بن سالم وظفيرة المركز الثالث محمد بن جعفر مرخان المركز الرابع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المركز الخامس لهناك ايضا من وصلت لمبارك بن سيل بن مبارك لقتبي من وصلت على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا لحشمة بسبع دقائق 49 ثانية تسعة من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسيد سعيد بن نابت بن خيلة العامري على هذا الفوز المميز. تهانينا والناموس بينما المركز الثاني اتتنا ملاقط بسبع دقائق 52 ثانية خمسة من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن سالم وظفيرة العامري. بينما ثالثي مراكزنا كانت سلهودة لمحمد بن جعفر ومرخان الكبير بسبع دقائق 53 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس.